أنا سعيد جدا أن أكون موجود معاكم فعلا النهاردة، وسعدت جدا كمان في الترنيم. الحقيقة أنا حسيت، هتشوفوا وإحنا بنوعظ هتلاقي الأمور كلها ماشية مع بعض، يعني نفس الفكر اللي أنا كنت جاي بيه. بشجع جدا لما باجي بلاقي الترنيم، يعني أنا ما حكيتش مع ماجد في الموضوع اللي أنا حكي فيه، لكن بتشجع لما باجي بلاقي الرب ماشي معانا في نفس السياق. الحقيقة يمكن قبل ما ابتدي معاكم من الأسبوع اللي فات كان لنا فرصة حلوة في ثانكس جيفينج، كنا مجموعة حلوة مؤمنين، وبعد ما عدنا وكنا مع بعض جات فرصة أن كل واحد يشكر ربنا على حاجة، وكانت عادة جميلة جدا أن كل واحد ابتدى يشكر ربنا على الحاجات الجميلة اللي ربنا بيعملها في حياته، اللي تشكر ربنا على جوزها، واللي يشكر ربنا على مراته، واللي يشكر ربنا على أولاده، حاجات جميلة جدا. لكن بعد ما خلصت ربنا شغلني بحاجة، أني اكتشفت أن كلنا بنشكر ربنا على الحاجات الحلوة بس اللي ربنا بيعملها معنا، including me. يعني مش أنا كنت قاعد بشكر ربنا على الحاجات وحشة، لكن كلنا كنا بنشكر الرب على الحاجات، وطبعا ده طبع الطبيعة. لكن خلال الفترة اللي فاتت الرب كان بيشغلني خلال الأسبوع دوت، هل إحنا ابتدينا ندخل للعمق أكتر إن إحنا ممكن نشكر ربنا على الحاجات الوحشة اللي بتحصل في حياتنا؟ يعني أنا هتكلم معاكم في بعض القصص بسرعة كده. يعني كل مرة كوعاظ، حتى لما بنيجي نوعظ على حنة وفنانة، مين الوعاظ بيوعظوا عن مين؟ حد فاكر؟ بيوعظوا عن مين؟ عن حنة، صح؟ في حد جه وعظ عن فنانة وشكر ربنا عليها؟ كلنا بنشكر ربنا على حنة وحياتها الجميلة والمثابرة والحاجات دي، لكن محدش خالص شكر ربنا ولا وعظ خالص عن فنانة، صح؟ دي الفكرة اللي أنا نفسي أوصلها لكم النهاردة، اللي كنت مشغول بيها والرب تعمل فيها معايا، وأتمنى أن توصل لكم معايا. يبقى الثيم أو الفكرة بتاعت الوعظة النهاردة هو، هل أنت على استعداد من جواك أنك تشكر ربنا حتى على الحاجات الوحشة؟ لو ربنا حط ضرة في حياتك، مش لازم تكون ضرة بالمعنى الحرفي، لكن هل حنة تعلمت الدرس وجات بتشكر ربنا؟ لو جبنا حنة دلوقتي تقف على المنبر تقول أنا بشكر ربنا جدا على أن ربنا حط فنانة في حياتي، هنشوف مع بعض. أمين. ياريت نفتح مع بعض القصة اللي احنا كلنا عارفينها، قصة حنة. هقراها بسرعة، في موجودة فين قصة حنة الجميلة دي؟ حد فاكر؟ صموئيل، برافو، ناس مذاكرة. فنفتح مع بعض سفر صموئيل الأصحاح الأول، وهنتأمل بسرعة فيها وفي مكانين تاني بعد كده. سفر صموئيل الأول، طبعا اللي عارف القصة كلنا عارفينها طبعا، ان كان في راجل اسمه القانا، والقانا اتجوز حنة، وحنة ايه اللي حصل؟ ما خلفتش، فبعد كده اتجوز مين؟ فنانة، مش كده؟ وربنا كرم الأخت فنانة ديت واداها اولاد، لكن حنة للأسف كانت عاقر، ما كانش بتخلف. وايه اللي بيحصل بعد كده؟ بدل ما فنانة كانت تشكر ربنا وتقعد تواسي أختنا حنة في المشكلة بتاعتها، كانت بتعمل إيه؟ كانت بالعكس بتضايقها أكتر. فنقرأ مع بعض القصة ونشوف الرب وإزاي تعاملت حنة مع هذا السيتويشن اللي كانت موجودة فيه. ويقول وكان، يعني الراجل دوت اسمه القانا وله امرأتان، اسم الواحدة حنة والأخرى واسم الأخرى فنانة، وكان لفنانة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلوه. وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس كاهن الرب. ولما كان الوقت وذبح القانا، أعطى فنن امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة، وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. ولكن الرب كان عمل إيه؟ كان قد أغلق رحمها. وكانت ضرتها تغيظها غيظا لأجل المراغمة. حد يعرف كلمة المراغمة معناها إيه بالعربي؟ الناس اللي من بلاد العربية، حد يعرف كلمة مراغمة يعني؟ لا، مراغمة
يعني طب للإذلال، دورت عليها في القاموس، مراغمة معناها إيه؟ إذلال، يعني كان هدفها حطها في دماغها إن هي مش ما تسيبهاش في حالها لغاية لما تعمل إيه؟ بتذلها، كان كل مرة بتعمل إيه؟ هدف فنانة موجودة بتذلها. وأنا واثق إن يمكن في ناس موجودة معانا دلوقتي في ربنا سمح بفنانات في حياتهم بيعملوا كده معاهم، صح؟ عشان كده الرب النهاردة جايبك في المكان ده وجايبك علشان عايز الرب يسمعك حاجة مهمة النهاردة. وكانت دراتة تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمه. وهكذا ثار سنة بعد سنة، ما نعرفش كم سنة الموضوع دوت، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها فبكت ولم تأكل. وقال لها القان رجلها: يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. كلام بيقوله القانة بس يوثيها بيه، وهي فاهمة الموضوع ده، ما سمعت كلام كتير، عشان كده نلاقي بعد كده في عدد 9 بإيه؟ فقامت حنة بعدما أكلوا في شلوة وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب، وهي كانت مالها؟ وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت نظرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك، بل أعطيت أمتك ذرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فيها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، إن عالي ظنها سكرة. فقال لها عالي: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنات بلعال، لأن من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. فأجاب عالي وقال: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت، ولم يكن وجهها بعدا مغيرا. نرى آيتين تانيين بسرعة. الآية التانية موجودة في سفر القضاء، لو رجعنا كده طلعنا شوية لقدام، قضاء 14. نفتح مع بعض في قضاء 14. وابتداء من عدد 5، قصة برضو كلنا طبعا عارفينها. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، وأتوا إلى كروم تمنة، وإذ بشبل أسد يزمجر للقائه، فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي، وليس في يده شيئا، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون، ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها مال لكي يرى، راح يبص اللي هي ايه، رمة الأسد، ايه اللي حصل فيها. وإذ دبر من النحل، دبر يعني سرب من النحل، في جوف الأسد مع عسل، فاشتار منه، يعني أخذ منه، وكان يمشي، فاشتار منه على كفيه وكان يمشي ويأكله، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكل، ولم يخبرهما إنه من جوف الأسد أشار العسل. ويمكن كلنا بنعرف الأحجية اللي قالها بعد كده للناس بتوع الفلسطينيين اللي موجودة في عدد 14. فقال لهم: من الآكل خرج أكلا، ومن الجافي خرجت حلاوة. يمكن كلنا حافظين الآية دي، صح؟ من الآكل خرج أكلا، ومن الجافي خرجت حلاوة. أقرأ برضو مع حضراتكم يعني كم عدد من سفر ستير، مش هقرا كل سفر ستير طبعا، ما تخافوش، لكن نقرا من في اصحاح 3 من سفر ستير،
وهنتكلم عنها كلمتين في الآخر بنعمة الرب علشان توصل الرسالة اللي الرب شاغلني بيها. بيقول وبعد هذه الأمور، طبعا سفر ستير بس ببساطة شديدة جدا لأن أنا واثق أن كل حضراتكم قروه طبعا، مش كده؟ في حد ما قراش سفر ستير قبل كده؟ في حد ما قراهوش؟ أقول الملخص ولا كلنا قرناه؟ طيب، يعني في الفترة دي كانت فترة صعبة جدا بالنسبة لشعب الله، لأنهم كانوا فين؟ كانوا في السبي، مش كده؟ وكان الملكة استير كانت يهودية وكان ابن عمها مردخاي، فالوضع بصفة عامة بالنسبة لليهود كان صعب جدا. ومش كفاية ان هم في السبي وبعاد عن بلدهم، ولكن ان ربنا سمح، احنا ما زلنا ماشيين في نفس السياق، ان واحد يكون عدو اليهود اللي هو مين؟ هامان. يمكن المفسرين على فكرة بيقولوا ان هامان من اصل عماليق. اللي بيقرأ في الكتاب المقدس في العهد القديم نلاقي ان في حرب كبيرة جدا بين اليهود وعماليق، وفي خروج 17 بيقولوا ان للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. المفسرين بيقولوا ان هامان كان من اصل، الاصل بتاعه مين؟ عماليق. فهو عارف، مش بس كانت في، مش كان واحد بس بيكره مردخاي، لا ده هو في عداوة متأصلة بين هامان وبين اليهود. اوكي، فاللي حصل طبعا مش كفايه ان هم متضايقين استير ومردخاي واليهود، لا ده كمان نلاقي في عدد فصح 3 بعد هذه الامور ايه اللي حصل. عظم الملك احشاويروش هامان ابن همداثا الاجي ورقاه. مرات كتير قوي بيحصل معانا كده في حياتنا، في الشغل تلاقي الواحد اللي مضايقك في حياتك بدل ما ربنا يسمع لك ويشيله من وشك تلاقي ممكن يحصل ايه؟ يترقى كمان، مش كده؟ ودي الحالة الثالثة اللي احنا نحكي فيها. فايه اللي حصل؟ وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثي ولم يسجد. فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذا كانوا يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم، إيه اللي حصل؟ أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه. كمان حتى وبص كده قال لك مش معقول ان انا اقتل واحد مردخاي، لا ده انا هعمل ايه؟ همحي كل الجنس اليهودي دوت باستيكا من 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 المملكه اللي موجودين فيها اللي هي بتاعه احشاويرش، لانهم اخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكه احشاويرش شعب مردخاي. وكلنا عارفين القصه. بعد كده صدر قرار، والملك احشاويروش واضح جدا كان بيثق ثقة غير عادية في هامان، اداله الختم بتاعه يعمل ما بداله. وكلنا عارفين القصة ان هو كتب كلام ان لازم كل شعب اليهود بما فيه مردخاي، وهو ما كانش يعرف كمان استير، لازم يتقتلوا في وقت معين من السنة. امين. ياريت نغمض عينينا كلنا زي ما حضراتكم عارفين الثلاث قصص اللي احنا بنحكي فيهم دلوقتي وحافظينهم. يا ريت كل واحد يقول يا رب تحدث الي النهارده، كل واحد يقول يا رب كلمني. يا ريت ما نسرحش في اللحظات دي، ويا ريت بجد ما نضيعش وقت، لان الرب جايبك هنا لهدف في الحقيقه. حلو ان احنا نيجي نحكي مع بعض ونشوف بعض، وحلو ان احنا نيجي كمان نعزي الاخت ماجده والاسيس، لكن الأجمل أن أنت تيجي تقول يا رب أنا عايز أتقابل معاك النهاردة مقابلة شخصية يا رب يسوع. قول يا رب القصص دي أنا بعرفها، لكن يا ريت تحكي معايا وتقول لي إيه سبب أن أنت حاطط فنانة في حياتي؟ ليه في أسد في حياتك بيخوفك؟ خايف من بكرة؟ ممكن تكون مظلوم في الشغل لأنك أنت أمين، وبتلاقي ان في هامان بيعلو وبيضايقك اكتر. يا ريت تصلي، كلنا نصلي، يا ريت كل واحد فعلا يقول يا رب تحدث الي النهارده.
كل واحد بجد لو انت ما طلبتش ربنا موجود وهو يعني is willing ان هو يكرمك ويديلك، بس انت قول يا رب انا عايزك تتحدث الي شخصيا. مالكش دعوه باللي جنبك، مالكش دعوه بالظروف، قول يا رب كلمنا النهارده. قول يا رب، قول لربنا انا عايزاك يا رب، مش عايز اخرج من القعده دي وانا زي ما دخلت، لكن عايز اختبر اختبار جديد يا رب. ابونا السماوي من عمق القلب نشكرك يا رب، نشكرك لأجل يا رب احنا شعرنا بوجودك ووثقين ان انت موجود يا رب، ونشكرك لان مكتوب عنك انك لست عن اي واحد منا ببعيد، ونشكرك يا رب لانك انت موجود حتى واحنا في الظروف الصعبة وبنجد ايديك. لكن يا رب بصلي النهاردة انك تفتح عيني وعينين اخواتي واخواتي عليك يا رب، ان احنا ندخل خطوة اكثر الى العمق، وان احنا نتعلم درس جديد يا رب، ان احنا نشكرك حتى على الظروف الصعبه اللي بنواجهها في حياتنا. يا رب يسوع فعلا انا بعلن احتياجي لشخصك اكتر من كل اخواتي، يا ريت يا رب تتمجد انت، تخفي عبدك وتتكلم الي وتتكلم الى اخوتي واخواتي في اسم يسوع لك كل المجد، امين. يمكن من الوهلة الأولى يبان أن إيه اللي جاب الأسد بتاع شمشون مع فنانة مع همان، لكن اللي ركز معي في الأول في البداية في لينك كبير جدا بين التلات حاجات. وزي ما قلت لسه للناس اللي هي جت دلوقتي أن نفسنا نطلع النهاردة بعد الوعظة دي اللي هوجع دماغكم بيها، ان نطلع ندخل في عمق اكتر في علاقتنا مع ربنا، وان الرب يوضح لينا ويفتح عينينا ان لو ربنا سمح بفنانة في حياتك، لو ربنا سمح ان في اسد انت خايف منه بيخوفك لبكره والمستقبل، لو ربنا سمح بان في واحد بيضايقك في الشغل وانت متضايق لان انت امين في حياتك، الرب النهارده عايز يفتح عينينا علشان ندخل لعمق أكبر ونعرف زي ما ماجد كان بيتكلم من شوية إن هو الصديق الألزق من الأخ. أوعى تفتكر إن ربنا جابنا هنا علشان يذلنا زي الست فنانة إنها كانت عايزة تذل حنة، مش هو ده هدف ربنا خالص، لكن الرب حط فنانة في حياة حنة لأنه عايز يعلمها درس مهم جدا. خلينا نبص مرة تاني كده بعينين مختلفة على القصة الجميلة بتاعة حنة. كلنا زي ما قلت مشكلة حنة ان هي قعدت فترة، يمكن الكتاب مش موضح كام سنة، بتعاني من الضرة بتاعتها، لان مكتوب وكان ايه سنة بعد سنة كل مرة فنانة نجحت ان هي تنكد على حياة حنة تماما، مش كده؟ وده اللي الشيطان عايزه. كان هدف فنانة ان هي عايزة تخلي حنة حياتها كلها جحيم، لدرجة ان هي وصلت لمرحلة ان هي ابتدت تعمل ايه، بطلت حتى تاكل، يعني حتى بتروح راحة المفروض ديت حاجة كبيرة جدا انهم يروحوا ويحتفلوا، وحتى نلاقي ان القانا حاول يساعدها بقدر الامكان واداها نصيب اتنين بدل نصيب واحدة. لكن نبص على حياة حنة ان هي قعدت خدت المشكلة من الجانب اللي احنا كلنا بناخده، ان هي لو سألناها حنة انت ايه ليه متضايقة حنة، هتقعد تشكينا وتقعد المنبر هنا ثلاث ساعات صعبان عليها من جوزها، ومعاها حق طبعا، كانت ممكن تقول لو جوزي دوت بيحبني فعلا كان استنى عليا شوية. جدتنا كلنا عارفين القصة بتاعت سارة وابراهيم، سارة قعدت لما وصلت 90 سنة وربنا كرمها وانا لسه صغيرة، يمكن كان سنها 30 سنة ولا 40 سنة، لكن جوزها فكر ان هو يتجوز عليها، مش كده؟ وممكن تكون كانت زعلانة من حماتها، ان حماتها هي اللي طبعا اللي قالت لألقانا مش معمول يا ألقانا ان احنا نقعد كده ما نفرحش بيك، عايزين نفرح بولادك بقى، سيبك من حنة دي بقى وخلاص، اتجوز واحدة كده تجيب عيال كده وبنشوف الحموات بتملى علينا البيت والحاجات الجميلة دي، صعبان عليها منها.
وصعبان عليها من نفسها ومن الظروف، ان كمان هي رضيت بالغلب زي ما بيقولوا، والغلب مرضيش بيها، رضيت ان يكون ليها ضرة، ورضيت ان كمان الضرة دي تخلف، لكن الضرة بتاعتها كانت هدف حياتها موجودة انها تعمل ايه؟ تزل زي ما قلنا للمرغمة، يعني الإزلال، كان كل مرة تغيظها غيظا، والكتاب لما بيقول غيظا يعني شديد، كان كل هدفها تقعد تقول لها انا ربنا كرمني، رغم ان دي مش شطارة منها يعني. كان مرة واحنا قاعدين بنشكر ربنا على الصلوات، فاكر انا ان احنا بنشكر ربنا ان ربنا لو ربنا ادى حد فينا اولاد مش بالشطارة بتاعت الاب والام يعني، مش كده، لكن كانت بتقعد تفتخر وبتغيظ حنا، رغم ان حنا مش في ايديها اي حاجة انها تكون عاقر. وممكن تكون حنا كمان، انا واثق لو جبناها تقول وانا كمان احكي لكم انا كان صعبان عليا كمان من ربنا، ان ربنا سمح بان يكون في حياتي فننة، وسمح ان فننة دي تقعد تنكد علي عيشتي، وان هي تقعد عمالة تدين. كم سنة قعدت حنا في الموضوع دوت احنا مش عارفين، بس واضح جدا فترة طويلة جدا قاعدة، كانت سنة ورا سنة نجحت فننة ان هي تعكر حياة حنا، وان هي تخليه عايشة ببعص، وده اللي بيعمله الشيطان معانا، لغاية لما فهمت حنا الدرس. امتى فهمت الدرس حنا؟ امتى فهمت الدرس؟ لما قعدت كده مع نفسها وابتدت قالت لا انا ما اعتقدش ان ربنا بيعمل كده علشان هو بيديني، لا ده هو بيعمل كده عشان اعمل ايه؟ علشان، ودي النقطة الاولانية اللي ربنا عايز يقولها لك، ان تتحرك وتبتدي تستخدم المفتاح الصح، ان هي تروح تعمل ايه؟ تترمي في حضن مين؟ في حضن ربنا. ودي أول حاجة الرب عايز يقولها لك ويقولها لي النهاردة. لو ربنا سمح بفننة في حياتك، حاجة بتضايقك، مش عشان بيزلك، لكن ربنا سمح بفننة في حياة حنا علشان تاخد الخطوة ديت اللي موجودة في عدد 9. بعد سنين طويلة اكتشفت إن الارتماء والاحتماء بالرب هو ده الرب اللي من أساسه خلى فنانة موجودة. وأعتقد بعد ما فهمت الدرس، لو جات حنا دلوقتي هنا مكاني وتقف تقول أنا بشكر ربنا على فنانة، لأن لو ما كانش كل مرة كانت بتغزني وتضايقني ما كنتش أعمل إيه؟ ما كنتش أرتمي وأحتمي في ربنا. واحدة زمان كتبت كتاب عن فنانة ديت، قالت إن لولا فنانة لم يأت صموئيل، لولا مشكلة فننة في حياة حنا لم يأتي صموئيل، هذا الشخصية العظيمة اللي محتاجين يمكن مؤتمرات نحكي فيها، من أفضل وأفضل الشخصيات وأقوى الشخصيات اللي موجودة في العهد القديم معايا. فتعلمت الدرس حنا وابتدت تفتح بالمفتاح الصح، وكأن يمكن ربنا كان بيقول لها يا حنا لسه دلوقتي، بس برافو عليك ان انت فهمتي الدرس، فهمتي ان انا سمحت لفننة في حياتك مش عايشان انا بزلك، انا سمحت لدوت علشان عايزك تيجي وترتمي في حضني، وتيجي ترتمي في الحضن الصح. لا جوزك هينفعك، لا الاصدقاء هينفعوكي، لا كل اي حد، لكن ان المكان الوحيد اللي الرب بيسمح بيه انك انت تتمتع بيه اكتر، انك تيجي وترتمي في حضنه. كلنا عارفين القصة، انها قعدت وقالت ايه بقى لربنا؟ قالت لربنا ايه وهي مرة النفس؟ وقالت لي يا رب الجنود، اذا نظرت نظرا الى مذلة امتك وذكرتني ولم تنس امتك، بل اعطيت امتك درع بشر، ايه أجيب وأغيظ بيه ضرتي؟ قالت كده. ودي نقطة تاني مهمة جدا، in between. المرات كتير قوي ربنا مش بيسمع لنا لسبب، لأن احنا مرات كتير بنبقى عايزين ربنا يكرمنا علشان نغيظ الناس اللي بتغيظنا. لو في حد من حضراتكم زي كده، أعتقد إنك لسه فضل يعني مستني فترة طويلة قوي، ربنا هيستنى عليك لغاية لما تتعلم الدرس معايا. لكن حنا قالت يا رب انا مش عايزه ان انت تكرمني وتديني واحد علشان انا اقعد افتخر بيه واقعد كده قدامها اقول لها شوفي صموئيل، شوفي الجمال، شوفي، لا انا هدفي يا رب لو انت فعلا اكرمتني وان انت حليت المشكله بتاعتي ديت وحليت المزله بتاعتي،
ان انا اعمل ايه؟ هقعد اربيه فتره صغيره، اعلمه ازاي ان هو يكون معاك، وارجعه مره تاني ادهولك واعتبره ان هو ايه؟ عاريه. عارفين يعني ايه عاريه؟ يعني كاني مستلفاه منك وارجعه مره تاني ليك. وحنا نفذت كلامها اللي وعدت بيه ربنا ولا لا؟ نفذت مش كده؟ قعد معاه كام صمايل فتره صغيره لغايه لما رضعته وكبر، وكان كل مره الفتره دي كانت من اصعب الفترات روحيا في حياه الشعب. كان حتى الكهنه اولاد عالي الكاهن بيعملوا الشر جوه الهيكل، جوه الهيكل. لكن كانت بتقول له الخطيه سهله جدا يا صمويل، خلي بالك لما تكبر بتشوف زنا جوه الهيكل صمويل، لكن انت المفروض تكون شخص مختلف. ورجعته مره تانية. لكن هل الرب كان كريم مع حنة ولا ما كانش كريم مع حنة؟ حد يفتكر ربنا كرمها بكام ولد وكام بنت بعد كده؟ خمسة بنات، اثنين واولاد ثلاثة. يعني ده صح زي ما انت بتقول، خمسة اداها ربنا ثلاث أولاد. دي موجودة على الفكرة في أصحاح 2 بعديها على طول 2:21. ولما افتقد الرب حنة بعد ما راحت رجعت له صموئيل، إيه اللي حصل؟ إن ربنا حبلت وولدت ثلاث بنين وبنتين. يعني ده غير صموئيل، إن صموئيل أصبح إن هو بتاع ربنا. ولو جبنا فعلا زي ما قلت عشان ما طولش في النقطة دي، لو جبنا حنة هتقول ياه ده أنا بشكر ربنا كتير قوي على فناننا، لأن لولاها كان ممكن ترضى بالوضع اللي هي موجودة فيه، كان ممكن ترضى بأن محدش بيديها، كان ممكن ترضى بأن جوزها بيديها نصيب اتنين، كان ممكن ترضى بأي حاجة. لكن لما وجود فنانة وأنها بيديها كل شوية عملت ايه؟ خدت الأكشن وارتمت في حضن الرب، والرب عمل ايه؟ عظم العمل معه. وده على فكرة اللي بيحصل معانا. صدقوني يا جماعة، صدقوني احنا بطبعتنا كبشر بنحب أول رحرحة، صح؟ يعني لما بتبقى الامور ماشيه في حياتي، بتكلم عن نفسي يعني، لو انتوا حضراتكم مختلفين، انا لما تبقى الامور ماشيه فله كده ومفيش مشاكل وبتاع دوت، يعني ربنا دوت خلاص، صح؟ لكن امتى احنا بنيجي بجد؟ يعني وجود فنانات في حياتنا بيخلينا كده ايه بقى؟ لا نروح نرتم ربنا، مش كده؟ تلاقي في الكنيسه يقول لك ايه، طيب نحن نعمل اجتماع صلاه. انا ما انساش في مصر بعد الاحداث اللي حصلت، و يعني ما بحبش اتكلم في السياسه، وجم ناس في الحكم مش الناس كانوا عايزينه، ايه اللي حصل في مصر؟ كل الطوائف اتحدت مع بعض، مش كده؟ وكلهم كانوا بيصلوا مع بعض وبيصوموا مع بعض، لان كان في فنانات. للاسف بعد كده لما الدنيا استريحت في مشاكل، مش ده اللي بتكلم فيه. لكن ربنا بيسمح بفناننا في حياتنا علشان عايزنا نيجي ونعمل ايه؟ ونرتمي في حضنه، ونرتمي فيه وهو اللي بيعدل. طيب نقطة تانية عشان الوقت بتاع حضراتكم، القصة الجميلة بتاعت مين؟ بتاعت شمشون والأسد، أوكي؟ اللي موجودة في قضاء 14. يبقى احنا أول حاجة اتعلمناها أشكر ربنا لأجل فناننا اللي موجودة في حياتك، أوكي؟ فناننا دي كل واحد ممكن الدرة بتاعته يبقى يحطها زي ما هو بيحصل معاه. الحاجة الثانية هنتعلم ان احنا نشكر ربنا لأجل الأسد، لأن من الأسد ايه اللي حصل؟ خرج منه ايه؟ خرج من الأسد، من الأسد في قصة شمشون عسل حلاوة، مش كده؟ الآية اللي احنا حفظناها من شوية، من الآكل خرج أكلا ومن الجافي خرجت ايه؟ حلاوة. فيش أحلى من كده، فيش أحلى من كده. لكن بسرعة، يمكن مشغول بس في الأول قبل ما أتكلم عن النقطة ديت للناس اللي يعني بحب أنا أقرأ تفسيرات كتير في العهد القديم. فالقصة بتاعت شمشون في الموضوع ده بالذات على فكرة، ده عبارة عن رمز من رموز الرب يسوع. حد يعرف الموضوع ده؟ إن شمشون وقصته مع الأسد رمز مصغر من رموز الرب يسوع. طيب أنا هقولها بسرعة علشان الوقت، بس نركز مع بعض، أوكي؟ أول حاجة، حد يعرف معنى كلمة شمشون؟ ده السؤال بتاع الدولار، معنى كلمة شمشون إيه في العبري؟ معناه إيه شمشون؟ نو سترونج. من اسمه كده، لو يعني من الاسم صدقوني يعني. برافو، شفت يعني ماي سيستر الله. شمشون، هم عندهم اليهود على فكره سهله جدا، هم بيقولوا ابشالوم يعني
الشين زي السين، فتشيل الثلاث نقط بتاعت السين الثانية فمعناها شمس، معناها شمس صغيرة. شمشون معناها ايه؟ شمس، شمس صغيرة. طب الرب يسوع اتقال عنه انه شمس ولا شمس البر مش كده؟ هو مكتوب عن شمس البر. في حاجات كتير نقولها بس بسرعة في النقطة دي لأن حلو إن احنا نعرفها أدام من جينا في النقطة دي. طيب حاجة تانية جميلة جدا في التشابه بين الرب يسوع وبين شمشون في القصة دي، بصرف النظر أنا مش بتكلم النهاردة مشغول على أنه هو رايح يخطب واحدة من الفلسطينيين، ده كان صح ولا غلط، مش دي اللي مشغول بيها، لكن نفس الفكرة أنه هو شمشون رايح كان يعمل إيه؟ يخطب لنفسه عروس من الأمم مش كده؟ نفس اللي حصل مع الرب يسوع أنه جه من السماء علشان يعمل إيه؟ يخطبنا لعروس. طيب الرب يسوع وهو جاي عشان يخطبنا عروس، هل وجهه أسد زي ما وجه شمشون ولا لا؟ زي ما شمشون وجهه أسد، وجهه أسد. مين الأسد ده؟ إبليس مش كده؟ مكتوب عنه كإيه؟ كأسد مش كده؟ ده وهو على فكرة قبل الصليب كان أسد أسد، يعني بدليل انه جات له الجرأة ان هو يجيب الرب يسوع له كل المجد ويقول له ايه؟ لو انت سجدت لي هدي لك ايه؟ كل الممالك دي. كان كله مسيطر على كله. ولغاية دلوقتي الشخص اللي هو بزال بعيد عن ربنا هو ملك ابليس، هو مسيطر عليه ابليس، حياته كلها ضايعة وهتضيع. لكن الرب يسوع له كل المجد في الجلجسة، المعركة الجميلة اللي في الجلجسة، عمل ايه؟ هزم ابليس. زي ما حصل بالظبط فين؟ زي ما حصل مع شمشون والأسد. مين اللي فاز؟ هل الأسد اللي فاز على شمشون ولا العكس؟ والقصة دي على فكرة كان شبل أسد، يعني أسد صغير في قمة القوة، لكن إن شمشون عمل إيه؟ قسمه. عمل إيه؟ قسمه نصين. طب هل في حاجات تثبت فعلا كده؟ لو اللي بيقرأ في مزمور 22، مزمور 22 أنا هفتحها، اللي بيقرأها على فكرة ده قصة نبوة عن الصلب، وده بيثبت إثبات تاني إن كل الكتاب المقدس بتاعنا ماله كل واحدة واحدة. داود اتنبأ عن الصلب، حد فاكر بكم سنة عن قبل الرب يسوع؟ كم سنة؟ مش عارف، أنا بجيب أسئلة صعبة عليك. أنا 1000 سنة، 1000 سنة. طبعا اللي بيقرا قصه داوود طبعا ولا هو الصلب ولا هو واجه اسود ولا هو صح ولا هو، لكن دي كانت كلها ايه؟ كلها نبوه عن الرب يسوع. لكن اللي انا مشغول بيه وهو في عدد 12، ممكن في عدد 12، معلش تعبكم اللي بيطلع، في عدد 13 بيقول ايه؟ فخروا، طلعت 13، نار بغلس عليكم، فغروا علي أفواههم إيه؟ كأسد. يعني ممكن حد في المفسرين يقول لك المفروض يقول إيه؟ فغروا علي أفواههم كإيه؟ كأسود، لأن في جمع صح؟ لكن لا، هنا كأسد، لأنهم كلهم اتجمعوا فين؟ في الشيطان. كل الناس دي كلهم هم بيقولوا اسلبه دمه علينا وعلى أولادنا، كان مين اللي بيحركهم كلهم؟ كلهم تجمعوا عشان يكونوا أسد. وبيقول ايه؟ وعشان كده بيقول فغروا علي افواههم كاسد مفترس مزمجر. نفس الصفات اللي كانت موجوده في الشبل الاسد اللي كان جاي بيهجم على شمشون عشان يقتل. ماشي معايا في النقطه دي؟ طب في حته تنتين كمان جميله، وفي عدد 21 يقول خلصني من فم الاسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي. على فكره كمان في يعني في النقطه ديت، يعني انا حبيت ان انا اشارك معاكم الحقيقه في التفسير دوت، يعني لان لما قريته عجبني كتير قوي. الحاجه كمان الجميله ان في مزمور 22 المفسرين بيقولوا انه مش بس بيحكي عن الصلب، بيحكي عن القيامه. في ايه؟ في عدد 22 يقول اخبر باسمك ايه؟ اخوتي. اخبر باسمك اخوتي، ودي موجوده عن القيامه. نعرفها من فين؟ موجوده في العهد الجديد في رساله العبرانيين، قال نفس الكلام بعد القيامه اخبر باسمك اخوتي. طب النقطه دي مهمه جدا، بس انا اقولها معاكم. لما راح شمشون يهاجم الاسد، هم المفروض ان هو رايح هو وامه وابوه صح؟ لما راح يواجه الاسد، وجهوه هم الثلاثه ولا شمشون بس؟ حد فاكر القصه من غير بس يعني فاكرين القصه؟
لما راح الظهر انه شاف اسد جاي من بعيد، خلى امه وابوه في حته كده يبقوا في حته من غير ما يقول لهم، وراح واجه الاسد وحده. وده اللي حصل مع الرب يسوع لما راح يواجه الصليب، واجهه مع التلاميذ ولا واجهه وحده؟ فاكرين لما جم يقولوا لهم انتوا من تطلبون؟ قالوا له مين؟ يسوع الناصري. قال لهم لو انتوا عايزين يسوع الناصري انا هو، دعوا هؤلاء. حتى بطرس لما حب كده يتزاكى ويقول له انا لا انا اروح معاك، قال له انت مش عارف حاجه يا بطرس، انا في المعركه دي لازم اروح اعمل ايه؟ لازم اكون انا وحدي، انا اواجه الاسد وحدي، وانا اللي اهزمه في المعركه على الصليب، وبعد كده انتوا هتتمتعوا بعد كده بالبركات. وده اللي حصل مع شمشون، ان شمشون هو راح قتل الاسد من غير امه وابوه يعرفوا الموضوع ده خالص، وبعد ما رجع مره تاني علشان يزور خطبته، قال لنفسه ايه؟ اروح ابص على الاسد. فراح لقيه جواه ايه؟ عسل. لما جاب العسل كله وحده ولا كله مع ابوه وامه في القصه اللي احنا قرناها؟ صعب اللي انا بقوله ولا ماشي معايا؟ مصحصحين؟ كلوا مع امه وابوه ولا كلوا وحده؟ ايه رايكم؟ نطلعها عشان الناس اللي مع امه وابوه، مش كده؟ ودي بركات القيامه اللي احنا بنحكي عنها، ان الرب يسوع هو مات على الصليب وحده، هو ودي اللي موجوده بيقول لماذا تركتني؟ مش كده؟ كان هو بيتكلم عن نفسه، لكن لما في بركات القيامه هو جابها لينا، عشان كده بيقول اخبر باسمك اخواتي، وهنا نتمتع معاه ببركات القيامة. آخر حاجة في النقطة دي لأني عجباني جدا مش عايز أطلعها أسيبها من غير ما نقولها، وهو بيجيب العسل كان إيه اللي بيحصل فيه من النحل؟ مش كان فيه نحل موجود في العسل ده؟ عشان يجيب العسل النحل كان بيعمل إيه؟ الشوكة بتاعة النحل بتعمل إيه؟ بتقرصه، مش كده؟ لكن لما جاب العسل واداه لأم وأبوه كان بيدهولهم بالنحل ولا من غير نحل؟ حتى لو في نحل أوريدي كان هو اتقرص فيها، ودي بيقولوها المفسرين على أين شوكتك يا موت؟ إن الشوكة بتاعت النحل، الشوكة ديت هي بالنسبة للموت، عشان كده يمكن إحنا جايين بنتكلم عن يعني أخت راحت السماء، إن الموت بالنسبة للمؤمنين أصبح مختلف. الموت بصفة عامة أعظم الشخصيات البعيدة عن ربنا، أقعد كده أسمع أسمع آخر لحظات ليهم وهم بيموتوا، لو جت ليكوا فرص إنك تقرا في كتب قريت كتير، أنا أصعب لحظات لأعظم الشخصيات البعيدة عن ربنا وهو بيواجه الموت رعب خوف، لكن المؤمنين بالنسبة لهم الموت ده عبارة عن ركاض. يقول إيه الموت بالنسبة لي؟ إيه؟ ربح، مش كده؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ لأن الرب يسوع هو إيه؟ على الصليب أضاع شوكة الموت، عشان كده بيقول أين شوكتك يا موت؟ وهنا المفسرين بيتكلموا على اللي هي الثورن بتاعت فايه الموضوع بالنسبه لدوت؟ يعني مش عايز اطول كتير في الموضوع ده، لكن اتمنى تكون فهمنا، لان هسالكم بعد كده بعد ما اخلص الوقت، فهمنا الرمز بين رب يسوع له كل المجد وبين شمشون في البتاع ده. ايه النقطه اللي عايز اقولها في النقطه دي عشان اقفل فيها بسرعه؟ اني حتى لو انت خايف من بكره، الاسد عباره عن ايه؟ كاسد دلوقتي، كاسد ممكن يزمجر كده ويبان ان هو مش عارف ايه، لكن الرب عايز يقول لك ان انا وانا في الصليب اللي حصل ان هو ايه ماله؟ جرد الرئاسات، فاكرين الايه؟ والسلاطين اشهرهم ايه؟ جهارا. فين؟ في الصليب، مش كده؟ فهو حتى وان كان اسد، حتى لو انت شايف ان في حاجات بتواجهك ويجي الشيطان يخوفك من بكره والمستقبل وإيه اللي هيحصل؟ ثق إن هذا الأسد ماله؟ مات في الصليب، مات في الصليب. طيب آخر حاجة علشان الوقت بتاع حضراتكم، الآخر حاجة عشان ما تناموش مني، عندكم استعداد ناخد دقيقتين تاني ولا معايا مركزين بجد؟ 10 دقايق؟ طيب لا خلاص، هما بالظبط 3-4 دقايق بالظبط. لكن آخر حاجة عايز أقولها فعلا في قصة مردخاي اللي في عجالة، بس اللي هي في سفر إستير. يبقى قلنا ربنا ممكن يسمح ان في فنانة تيجي في حياتك، وعرفنا ان الرب ليه هدف معين من الموضوع دوت عشان تيجي تلجأ له. حتى لو ربنا سمح بان الشيطان يضايقك كل مره، الرب يفكرك النهارده ان الشيطان ده عباره عن اسد ميت، وانك انت هتفوز عليه
بالرب يسوع، بس تكون بشرط انك تكون محتمي في الرب يسوع. لو انت بعيد عن الرب يسوع جود لك يعني مش هتعرف، لكن لازم نكون نحن محتمين في الرب يسوع. اخر حاجه مشغول اقولها، الصديق الجميل اللي كان بيحكي عنه ماجد الألزق من الاخ، قصه مردخاي وهمان. لو انت بسبب امانتك بتعاني من اي معاناه، الرب النهارده جاي يقول لك انا شايف الموضوع ده، انا عينيا ما بتنامش، انا عارف اللي بيحصل. مشكله مردخاي اللي كان معرض ان هو يموت على خشبه، اوكي، ان هو ايه المشكله بتاعته، ايه مشكلته كانت مع هامان؟ مش فكره ان هو، مش الفكره ان هو متكبر، نو، الفكره كلها ان هو ماله كان بيعمل ايه، ان هو بيطبق تعليم الرب يسوع، لان تعليم الله، لان مكتوب لالهك بس، مش كده، لالهك وحده تسجد واياه وحده تعبد. فهو المشكله بتاعه مردخاي مش ان هو متفزلك، ولا مشكله المؤمنين بتوع اليومين دول مرات كتير قوي ماشيين بمبدا اني ماشي حالك، مش كده، وساعات لو واحد كده من المؤمنين يبقى مصر، لا انا مش هعمل الغلط دوت، حتى مش عارف يجي المؤمنين مع بعض، يا عم انت لازم، كلنا بنمشي حالنا. صدقوني بيحصل معايا مع المؤمنين، اتمنى ما يكونش حد من حضراتكم بيحصل معاك، لكن مرات كتير قوي كمؤمنين بنتنازل على حاجات كتير جدا علشان نمشي حالنا. في مثل في مصر زمان، ما اعرفش في البلاد العربيه، يقولوا لو رحت بلد ولقيتها بتعبد عجل تعمل ايه؟ ده مش موجود في كتاب المقدس على فكره، احسن حد يفتكر ان انا بوعظ الكتاب، يعمل ايه؟ حش وارمي له. يعني انت بتعبد ربنا، مش لازم تبين انك بتعبد ربنا، ومش لازم انك انت تسجد للعجل ده قدامه، لا، حش شويه برسيم كده وارمهم له كده، فيبقى انت ماشي امورك كده. في مؤمنين كتير قوي بيعملوا كده، لكن مشكله مردخاي ان هو ما كانش عنده استعداد to compromise، ان هو يضيع اي حاجه في ان هو انه يسجد لاي حد ثاني غير ربنا. وكانت النتيجه ان هو لازم يحصل ايه مع مردخاي؟ كان المفروض يتعامل في ايه مردخاي؟ حد فاكر؟ كان المفروض يموت. على فكره المفسرين بيقولوا في الوقت دوت ما كانوش بيصلبوا الواحد لغايه لما يموت زي فتره الرومان، لا، ده كانوا بيقتلوه موته شنيعه وبعد كده يعلقوه على الخشبه. حد فاكر طول الخشبه اللي عملها هامان؟ 50 ذراع، مش كده؟ الذراع الافرج بتاعه نص متر، يعني بنحكي ان متعلق على، يعلقوه على خشبه طولها 25 متر. الناس بتوع الريال استيت يا ماجد، الستوري كام، اللي هو الفلور كام؟ حوالي كام؟ 3 متر. ده لو يبقى ناس يعني حاجة كبيرة. طيب 3 متر، يعني بنحكي على من 8 ل10 أدوار بقى يتعلق بقى مين، يعني مردخاي. موضوع صعب قوي، والسبب مش لأنه هو عمل حاجة ضد هامان، ولا زعل هامان، ولا عمل فيه حاجة غلط، جاست أنه بينفذ وصية الله بالنسبة له في هذا الوقت. لكن الحاجة الجميلة جدا، يمكن كلكم عارفين القصة، عايز بس أقول معاكم أن الله اللي عينيه لا تنام، يجي في الوقت اللي هو إيه، وهو مروح، طبعا كلنا عارفين القصة، مروح هامان وزعلان جدا، كل مرة يبص على مردخاي، يعني متهيألي كده وهو رايح رايح المكتب بتاع في الاوفيس بتاعه في القصر، بدل ما يبص قدام كان كل همه يبص على مين؟ على مردخاي اللي قاعد. وروح البيت وبيشكي لمراته، بيقول لها انا شوفي العظمه اللي انا فيها. وطبعا الناس اللي هم البعاد عن ربنا متكبرين جدا على فكره، شوفي المجد اللي انا فيه، شوفي اننا رقم يعني تاني واحد بعد احشاويرش. ويمكن يحكي لمراته يقول لها ده انا حتى عايز اقول لك سر، ده حتى الملك احشاويرش بتاعنا ده ما يعرفش حاجه خالص عن اللي انا بعمله، هو شخصيته ضعيفه وانا اللي بعمل كل حاجه، لدرجه ان الختم بتاعه مدهوني. والملكة استير نفسها لما جت تعزم جوزها عزمتني معاه، لكن كل دوت في كفة. ولما أشوف مردخاي المزبي اليهودي اللي ملهوش قيمة، كأن ولا حاجة بتحصل. طبعا الناس اللي هم المستشارين بتوعه هناك ومراته قالت له هو ده اللي مزعلك؟ ما تزعلش نفسك خالص، انت ايه
ان انت النجارين هنا ما اكثرهم وخشب اللي عندنا كتير جدا، واعمل ايه؟ نعمل له خشبة طويلة 50 ذراع، بكرة الصبح تروح تعمل ايه؟ تقول للملك حشاويرش ان دوت يصلب على الخشبة دي وخلاص، وانسى خالص موضوع، رغم انه كان صدر قرار ان كده كده كان مردخاي المفروض هيموت بعد كم شهر، صح؟ اللي يقرأ ان هو اوريدي خدم، خد ختم الملك وختم ان كل اليهود في احد الشهور بعد يمكن 8 أو 9 شهور من الموضوع ده، بس هو قال لك لا انا مش هقعد استنى، انا 8 أو 9 شهور ده لازم يموت بسرعه. لكن شوفوا الجمال بتاع الله اللي احنا بنعبده، الاله الذي نعبده اله ما اجمله فعلا. في تلك الليله، في تلك الليله، يمكن مره المفسرين قالوا ان في الليله دي كانوا في 4 أشخاص، 3 منهم عينيهم ما شافتش النوم بس واحد نام كويس قوي. في القصة دي حد فاكر الثلاثة مين دول؟ نبيلة بتهز راسها، مين يا نبيلة الثلاثة اللي ما ناموش؟ الملك اللي هو يعني همان، شخصية همان، ومين الثالث؟ لا ما احنا شخصية ما همان نمبر 2، في الثالث لا مردخاي اللي نام. الرب يسأل الله له كل المجد، هو ما بينامش مش كده؟ صح، مكتوب عنه لا ينعس ولا ينام حافظك، مش كده يعني؟ 3 ما ناموش، مردخاي طبعا، لكن مردخاي نام، همان قاعد طول الليل بيعمل ايه؟ بيجهز في الخشبه، واللي يقرا الصبح بدري يعني قبل الفجر كان موجود فين؟ طب يا همان استنى شو لك، لا 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 علشان ناخدها في حموتها كده، واول ما اشوف الملك اقول له ايه؟ انا بس اديني الاذن ان انا اصلب ده عليه والموضوع يخلص بسرعه. ومين بقى التاني اللي هو صحي ومعرفش ينام؟ احشويش. احشويرش ربنا قال له مش هتنام الليله دي احشويش. يجيبوا له مثل مغنيين يقعدوا ويرقصين ورقصات يرقصوا له مش عارف ينام. يدوا له اتيفان وحاجات منومه مش عارف ينام. يجيبوا له مش عارف ايه، وفي الاخر طب نعمل ايه؟ قال لهم طب هاتولي بقى سفر يعني حاجه من يمكن لما اقرا كده هوت واقعد اسمع تحكولي عن امجاد بابايا وجدي والناس العظيمه دي يمكن يجي لي نوم كده وحاجات تسد النفس كلها. طبعا مش عارف مين راح عمل مشروع مش عارف حاجات طبعا، لكن شوفوا الله الذي لا ينام. ان القصه دي قديمه جدا، يعني بيقولوا المفسرين اكتر من سنتين حصلت، ان ايه؟ ان مردخاي في يوم من الايام 2 من حراس الملك، اوكي، واحد اسمه بغثان وترش تقريبا، ان هم كانوا عايزين يقتلوا الملك، ومردخاي عرف بالقصه وبلغ استير، واستير بلغت الملك باسم مردخاي، اوكي، وعملوا انفستيجيشن للموضوع ولقوا ان الكلام ده صح، واللي حصل ان الاثنين دول صلبوا، اوكي، ونجي الملك من الموضوع ده. القصه دي سمعها يمكن قال لهم ده لا 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 احكوا لي القصه دي تاني، حكاها له تاني قال لهم طب كويس، ومردخاي ده ايه اللي حصل معاه؟ ايه اللي حصل مع مردخاي؟ قالوا له ايه؟ مفيش ولا حاجه حصلت معاه. ما ادتلوش حتى كده شيك ب 1000 دولار؟ لا ما خدش شيك ب 1000 دولار. ما ادتلوش حتى كده فاكيشن تريب يروح كده يسافر له هو ومراته وعياله يروح مثلا كوبا ولا ما راحش، ما خدش حاجه خالص. ويمكن لو بصينا على مردخاي في الوقت ده، يمكن زمان انا مره وعظت مش عارف تفتكروا ولا لا، على ان التوقيتات الله، لو كان فعلا مردخاي خد بس 10 دولار كان الموضوع ده خلص، كان يمكن سالهم طب وعمل ايه؟ يقولوا خد 10 دولار، طب احكي لنا القصه اللي بعديها. لكن اللي وقف الموضوع ده قدام الملك يقول ايه ده؟ ولا حاجه اتعملت له؟ هو انا للدرجه دي حياه رخيصه بالنسبه لكم؟ وطبعا في الوقت ده كان تقريبا على كام؟ الساعة 5 الصبح. كان مين موجود بره بدري؟ مين؟ همان. طبعا قال لهم في حد بره؟ قال له همان جه. قال بس خليه يدخل همان. جابوا همان قبل ما يفتح بقه ويقول له مردخاي، قال له ما همان في حاجة مهمة جدا. ماذا يفعل لرجل يصر الملك ان هو ايه؟ يكرمه. طبعا دق قال قعد يفكر كده في لحظات قال كده هو مين احلى واحد مني في الموضوع ده كله؟ مفيش الا انا، مش كده؟ فقال لنفسه كده ايه انت كتر بقى الطلبات وبتاع دوت، وكلنا عارفين الموضوع ده. قال له ايه؟
قال له الشخص اللي انت يصر الملك بني يكرمه ايه تروح تجيب الفرس اللي انت بتركب عليها. قال له كويس، ويلبس اللبس اللي انت بتلبسه ويحطه على راسه ايه التاج بتاعك. قال له برافو يا همان. وبعدين قال له وتجيب واحد من العظماء اللي هم بتوعك يعمل ايه يركبوا الحصان. وبعدين قال له نفس الرجل العظيم ده اللي انت جبته يلف قدامه في كل المدينة بتاعت اللي فيها حشوير فيها يعني القصر ده، ويقول ايه هكذا او هذا هو الرجل الذي سر الرجل بني يكرمه. بعد كده على طول فاكرين ايه اللي قاله؟ قال له برافو يا همام، عايزك بقى ايه مفيش ولا حاجة من اللي انت قلتها دي تقع، ولا كلمة واحدة من اللي انت قلتها دي تقع، اوعى تنساها، انا كاتبهم دلوقتي. تروح تعمل ده مع مين؟ مع مردخاي. انا متهيألي جاله هارت اتاك في الوقت ده، يمكن ساعتها افكر شويه. قال لك مردخاي اي ممكن مش ممكن يكون مردخاي اللي قاعد بره ده، وتاكيد في مردخاي تاني. قال لها مردخاي يا همان، مردخاي اليهودي اللي واقف بره ايه. وساعتها قال له بص اوعى حاجه من الحاجات دي تعمل ايه توقع. عايزك انت بنفسك يا همان، انت بنفسك تروح وبعد ما تلبسه، وبرضه كده خليك حنين عليه وانت بتلبسه، مش تقول له فين ايدك ولا، تركبه على الحصان وتشيله وتحط رجله في البتاع اللي بيحط فيها رجليهم دي على بتاعة الحصان، ويمسك طبعا الجزمه بتاعت مش مشكله. قال له لا انت اللي نفسك تعمل كده. قال له طب وبعد كده اعمل ايه؟ الففه 3 4 دقايق. قال له لا تلففه ايه كل المدينه زي ما انت قلت بالظبط، وبعدين ترجعه، ومش بس ترجعه تروح تقلعه اللبس ده تاني وتروح توديه المكان بتاعه. تخيلوا معايا بجد، يمكن احنا القصه دي مرات كتيره واحنا بنقراها وحافظينها، بس شوفوا الله اللي في ايديه بجد. انا بتكسف من نفسي مرات كتير قوي لما مرات بحس ان ممكن واحد من العالم دوت يضحك عليا، او ممكن واحد مستقبلي في ايده، او ممكن واحد مستقبل اولادي وحياتي وحياتهم ممكن هو يستخدم. مش ممكن يا جماعه، نحن نعبد اله عظيم جدا، وهو في السماء، وهو في السماء كل مفاتيح اللعب موجوده فين؟ موجوده في ايده. فعلا القصه دي يعني بتفكرني بجد قد ايه ان الله وهو في السماء مفيش واحد يقدر يعمل حاجه الا لما يكون هو عايزها تتعمل فيك. دايما ما تشجعناش شويه، ما تخليناش نبقى فعلا مبسوطين ومشجعين. انا مش عايز طبعا اطول، لان لو قعدت في الموضوع ده ناخد نص ساعه تاني، لكن وانا بختم النهارده عايز اقول لك يا ريت تشكر ربنا على كل الظروف الصعبه اللي انت بتعدي فيها. الرب عايز يقول لك ان لو ربنا سمح بفنانة في حياتك علشان ما تفضلش في حياتك حياه عقم. انا عايز برضو اقول لكم النقطه دي، ان في رجاله، مش بتكلم على الستات، في احنا بحكي على العقم الروحي. لما يبقى ما فيش في حياتنا فنانات، ونقعد بنعمل زي ما احنا بنيجي الكنيسه ونحضر الوعظة الجميلة بتاعت الرئيس الشريف ونسلم على بعض وناكل ونروح البيت، دي يعني كتير قوي بيقولوها بنلعب كنايس، مش كده؟ بنلعب لعبة اسمها كنيسة. لكن امتى فعلا يبقى فينا غيرة كده وقلبنا كده سخن؟ لما يبقى ربنا بيحط فنانة في حياتك، ساعتها فعلا تعرف تيجي تترمي في حضن الرب، وتيجي تصلي، وتيجي تصوت. وشفت كان الصلاة بتاعتها ايه؟ عالي الكاهن نفسه استغرب، قال كده انت اكيد سكرانة، ليه يا عم ليه سكران؟ قال لك لا دي لها ساعتين بتصلي. طب وايه المشكله؟ يقول لك لا احنا متعودين على الصلاه، هم كلمتين حافظينهم 3-4 دقايق كده ونعمل ايه ويقلب، مش كده؟ خليك اعمل بالطريقه ديت ولا في حاجه تنفع معاك. لكن الصلاه الحقيقيه بتاعت الست دي انك جت انسكبت بتبكي بدموع، اصرت انها ما تخرجش لما تشعر بسلام من محضر ربنا. دي الصلاه الحقيقيه. حاجه ثانيه، ربنا بيقول لك لو في ربنا سمح بأسد في حياتك، الأسد هو ميت في الصليب، والرب بيقول لك النهاردة بيقول لك هيطلع عسل ليك، بس ثق فيه، ثق فيه. حاجة تانية الأخيرة، لو أنت فعلا بسبب سلوكك أنك أنت بتحيا حياة الأمانة وفي ظلم في حياتك، سواء إذا كان في الشغل، سواء إذا كان في البيت، سواء إذا كان مع أهلك مع قرايبك، الرب النهاردة بيقول لك أنا شايف،
أنا شايف، أنا عارف كل حاجة، وأنا بدير كل الكون دوت، فدون وري. أمين. ياريت نغمض عينينا، نغمض عينينا. أنا مش عارف ربنا قال لك إيه النهاردة، بس بصلي إن ما تكونش قصص إحنا سمعناها وقعدنا كده نفكر بيها نفسنا، لكن لو الرب لمس قلبك النهاردة، لو الرب لمس قلبك في حاجة، ياريت يتمسك بيها النهاردة، ما تضيعش الفرصة. يمكن ربنا جايبك النهاردة عشان حاجة عايز يوصلها لك، ما تضيعهاش، ما تضيعهاش، ما تضيعهاش. أبونا السماوي، أنا بشكرك يا رب لأجل أنك أنت إله عظيم يا رب. فعلا يعوزنا الوقت أن احنا نحكي عن أمانتك وأمجادك معانا، لكن يا رب احنا كبشر مرات كتير قوي بنحزن قلبك بتصرفاتنا، لكن ساعدنا يا رب، وساعدني انا اكتر من اخواتي واخواتي ان احنا نشكرك على الحاجات الصعبه في حياتنا، لان بيتعلمنا ان احنا نرتمي في حضنك يا رب. يا رب بضع تاثيرات هذه الكلمه بين ايديك يا رب، لا تسمح ان تكون في يوم من الايام سبب دينونه على اي واحد مننا او اي واحده فينا، لان مكتوب يا رب عن كلماتك ان كلماتك لا ترجع علي فارغ، لكن بصلي يا رب أن تكون سبب بركة لكل واحد ولكل واحدة فينا، وبصلي يا رب أنك تدينا نعمة، وبصلي يا رب أنك أنت تكمل علينا في بقية فقرات هذا الاجتماع، في اسم يسوع ولك كل المجد رب. آمين.